بعض الناس كانوا شايفين ان في بعض المخارج الكلمات او كده بيقولها يعني بياكلها محمد ممدوح، وكان في عتاب عليه، فهل يعني شايفه ده ازاي؟ يعني ممكن نوريكي بعض اراء الناس في الحته ديت، هل شايفاها انت كمان ولا ليه الناس اتكلمت عنها ان هو في حتت في الكلام ما بيقدروش ان هم يفهموها او بياكل الكلام بسرعه او الحاجات دي؟ بالنسبه لمكياج محمد ممدوح هو طبعا مبالغ فيه جدا، لان انت انا حاسه انه لابس ماسك، يعني في ماسك، يعني في تو لايرز كده، في طبقتين على وشه لما الكاميرا بتيجي من الجنب. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو كمان مخارج كلماته بتطلع بغمضه شويه، يعني تحس ان هو لازم اركز قوي علشان اعرف هو بيقول ايه. غير كده طبعا هو ده محمد ممدوح يعني، وموهوب بشكل كتير كبير. يعني محمد ممدوح لازم يحل مشكلة صوته. ما ينفعش ممثل انا قاعد طول الوقت عندي مش قادر، بحاول اعلي التلفزيون علشان اقدر اسمع صوته وهو مش واضح. هو مبين المكياج اللي هو عامله ده، هو لا يسأل عنه لان ده رؤية مخرج، فهنخرجه من حتة المكياج. طريقة النطق اعتقد ان برضو المخرج ليه دور كبير فيها، لان هو لو المخرج ملوش دور كبير فيها كان وقف العمل وقال له لا ده مش هينفع. يمكن احنا شايفين ان الدور او المكياج او طريقة النطق ما تخدمش المسلسل، لكن يكون عند المخرج رؤية إخراجية تفيد المسلسل، والجدل هو سبب من أسباب النجاح. في مشكلة حقيقية في مكياج محمد ممدوح، انه واضح انه مكياج. يعني احنا لازم الناس بتوعنا يروحوا يتدربوا شوية، اشتغل على نفسنا شوية. بس برضو خلي بالك احنا عندنا مشكلة رئيسية، الأهم انه انت بتبدأ تصوير امتى، فالناس بتاخد وقت امتى علشان تجهز حاجتها امتى.